السلام عليكم شباب، شلونكم؟ وياكم أمير المطبعي من قناة شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق اللي وصلتنا من أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، وقد قمنا بنقلها وشرائها من أمريكا إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. هسه نتابع وياكم الجزء الثاني. مثل ما جاي تشوفون كيبورد وماوس، اعتقد هذا اني بيهن اضاءة، ما اذكر يعني. سماعة مال بلاي فور، هيدسيت، اكو شغلات ما يحتاج اشرحها يعني، فراح اضل اسكت في الشغلات اللي تعرفوهن، يعني الاغلبيتكم تعرفوهن. الشغلات اللي ما معروفة احاول انه اشرحها. تابلت بي بس واي فاي، يعني ما بي 3G او على الشريحة ما يشتغل. طبعا هذا التابلت مال ولد صديقي، مشتريهن مجموعة تابلتات وموبايلات على مود يبيعهن. هذا هم التابلت اليه، اعتقد هذا التابلت سامسونج، اي هو هذا التابلت سامسونج. هسه هنا شنو، ها موبايل، بس شنو، نوكيا، هذني نوكيا حديثات، هذني هذا نوكيا لوميا، ما اعرف ايش قد 900 وهيج شي، هو نفس هذاك الولد. جويستيك مال اكس بوكس 1، طبعا هاي تهم على البي سي مات مثل ما هو مكتوب، وهاي موجودة يعني للبيع المباشر اذا تردوها. ها هذا تابلت مال امازون، مو هو هذا، اي ويا الشاحنة مالته. هسه نشوف التابلت هذا كيندل بيبر وايت، يعني مال الكتب، يفيد الطلاب يعني، هو واحد اللي ماخذه طالب اعتقد. هو هذا الجهاز خاص بامازون. هذا سكين او كفر مال اكس بوكس 1، يليزك على الاكس بوكس. طبعا هاي الكاميرا الشبيهة بالجو برو، كاميرا كلش حلوة، يعني مثل جو برو اذا تعرفوها، بس سعرها كلش مناسب. طبعا تصور وايد انجل، يعني يعني شلون زاوية تعرض اكبر من الكاميرات العادية. هنا عندنا الموبايل هذا بلو من شركة بلو، طبعا هاي الشركة امريكية، اجهزتها كلش راقية واسعارها مناسبة. هنا عندنا مثل ما جاي تشوفون كتاب، هاي طوها القائمة مال الحساب، يعني مال هو الكتاب نفسه. هنا همات عندنا موبايل، الظاهر انه همات نوكيا، همزل ما وقع. هم نوكيا. سيارات مال الألعاب صغيرة، يمكن حكيت لكم عنها بذاك الفيديو. طبعا هذني النسخ محدودة بالعالم مصنوعة، فاكو ناس هوايته انه تجمع هيج اشياء، واحس انه اي واحد عنده هيج هواية خليه ينميه. اقراص مال اكس بوكس 1،
طبعا متوفرة للطالب المباشر إذا ترجوها. أكو جديد وأكو مستعمل. تكملة للموبايلات نوكيا، لا هذا HTC بس نظام ويندوز، نظام ويندوز 8. هنا ها هم تقرص اكس بوكس 1 مال كول اوف ديوتي، لعبة راقية طبعا. هذا بادي مال الجاد اوف وور، طبعا هذا هدية الواحد يشتغل ويانا. هاي تشكل بالبايسكل وتشكل بيها الموبايل او حسب ما هو ظاهر هو الموبايل، وتقدر تحتفظ به او تحط به سماعات وتلبس وانت بالبايسكل. يعني شلون محفظة مال البايسكل مال الموبايل. الشغلة هاي شنو؟ هذا تابلت LG، اي تابلت LG جي باد اسمه. طبعا ابو الشريحة يشتغل، يعني تقدر تركب عليه سيم كارت. الشغلة الرابعة هاي شاحنة، شاحنة مال البطاريات اعتقد مال الكاميرا، بس ترهم على السيارة يعني تشحن من السيارة. اكثريتكم تعرفوا اللابتوب الرهيب الزوز مال جيمنج، لابتوب كلش راقي. طبعا الولد اخذه مستعمل، فعادي يعني تقدرون تجيبون اشياء مستعملة واشياء جديدة. هاي شنو؟ نفس هذي نيتش السيارات بس هاي كبيرة، ظاهر اكو عده بناية يريد يبني الولد. هاي هسه جاي نستعرضها. هذا مكياج همات متوفر، اعتقد جبت منه 10 هسه يبينن بعد بالصندوق، متوفر للبيع المباشر اذا اردتو. هذا شنو؟ هذا كفر من امازون لهذاك الجهاز اللي اسمه كيندل بيبر وايت، اللي الجهاز اللي من امازون هذا الكفر مالته. طبعا اشتري على كتر مو وياه. هذا النباديات مال جيمنج مثل ما جاي تشوفوها. هذا البادي مال نينجا جايدن هدية المصطفى، اكيد تعرفوه الولد اللي يشتغل ويانا. هذا نهما طبعا هدايا جايبين الثنين. هذا مال السيارة يشكل على الكوشنات. هذا شنو؟ ها هذني اوه شو نسخات، هذني قطع مغيار مال السيارة ما اعرف شو يسموهن، توسخت ايدي. هذا المكياج التكملة اللي جايب انه اعتقد 10 أو 15 قطعة، اي واحد يقدر يطلب عادي يعني متوفرة للطلب المباشر او اي واحدة قصدي يعني. هاي هم مال السيارة، هاي اعتقد مال هذني مال العدادات مال السرعة وهالسوالف الظاهر هيج. هذا شنو؟ ها هذني تكملة الموبايلات، اعتقد هذني هم HTC بس هو ملونات، هو جاب 3 الوان. اي هذا الاحمر مو بالله، اي هذا HTC الاحمر. طبعا سعره كلش رخيص يعني ما اذكر بي اشتريته بس رخيص كان يعني. هذا هم HTC بس غير لون، طبعا نفس الجهاز نفس الموديل بس الوان تختلف. هذني مال الصوت مال السماعات، يعني بالضبط شنو ما اذكر، بس اعتقد تقدر تركب اكثر من فيشة مال التسجيل بالحاسبة. هنا أنا هذا خوش جهاز راقي، انا مجربه بنفسي، بلو فيفو اسمه، جهاز امريكي من هاي الشركة اسمها بلو. اذا صار لي مجال اسوي عليه فيديو،
او احط لكم الفيديو مالته شايفه انا بالوصف راح تلقوه. طبعا الجهاز كلش رفيع ومواصفاته زينه مقارنه بسعره. هذا انا جايب هو 3 ألوان يعني او 4 أجزاء اقصد، 3 ألوان ابيض وواحد لون اسود. هنا عندنا ها الجهاز الاثري. اكيد كلكم راح تسألوا، اول ما تشوفوا راح تعرفوه، جهاز نوكيا القديم. نوكيا فينكم تعرفون شنو اسمه، اللي يعرف اسمه خلي يكتبه بالتعليقات. جهاز مال الجيل الطيبين وينهم؟ اكيد اللي كان عنده الا بي ذكريات مميزه بيه. هذني هم قطع غيار مع السياره، ما اعرف شو يسموها. هنا ها مايكروفون، بس ليش هيك دازي ما ادري. على العموم هو الواحد من جماعتنا يعني ويانا اللي يشتغل، فعادي يعني ياخذه هيك. هذا اعتقد شاحنة، اعتقد في شيء خاص بشركة ابل مبين من شكله. هسه نكمل هذا شنو؟ قرص، اي اما تنبين قرص مال باتمان مال اكس بوكس 1. هنا عندنا همات موبايل، بس اعتقد هذا مستعمل جايبه. هذا موبايل شو اسمه، موتريلا، هو نفس الولد ابو الموبايلات. واير مال امازون مال شاحنة، هذيك جهاز شاحنة هم لازمها، شاحنة سريعة طبعا ترهم حتى على الجالكسي تشحن بيهم. كلش خوش شاحنة بس غالية طبعا، سعرها غالي. هنا عندنا هذا البادي، بس هذا الشعار مال شنو ما ادري، اذا تعرفون شنو هذا يعني تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات على مود اشوفه. هذا تكملة مال هذا اللي نحط على السيارة بالكوشنات مال السيارة. هنا هذا نوع ثاني، هو تابلت ثاني من ال LG، تابلت LG. هنا عندنا هذا يتركب بالموبايل ويبث للسيارة FM، يعني السيارات اللي ما بيها MP3 واللي ما بيها قرص تقدرون يشكلون عليها هذا على مدة تعرضون من الموبايل. جهاز مثل ما جاي يشوفون نوكيا، يشتغل بنظام ويندوز 8 طبعا، سعره كلش مناسب. هذا شنو؟ هذا فلاش، يعني ليش هيك شكله ما اعرف، او هو حقيقة فلاش ما ادري، ما اعرف شنو هذا بالضبط. هذا قميص طبعا جايبه لي، هذا عجبني شكله وجبته. اي شيء تقدرون تجيبون من امازون، اي شيء يعني بديال، قمصان، ريموت مع السيارة للي ما يعرفوا طبعا. اكيد سعره هناك ارخص من ما هنا. هذا يتركب بالدراجة من ورا ويسوي خطوط مثل ما هذني جاي يشوفوهن بالشارع، اعتقد بس بالليل مبين هيك. في شيء اكسسوارات يعني شيء حلو. شاحنة اصلية مال سامسونج.
هنا عندنا خلاص هذا الصندوق مال الجزء الثاني، راح نبدل نجيب القطع البقية. هذان القطعتين طبعا اضطرينا نشحنهن بغير شركة لان بيهن مواد قابلة للاشتعال، هذيك الشركة اللي قبلها ما تشحنهن. فجاي تلاحظون وصلنا يعني اوقات مختلفة. موبايل بس شنو هذا؟ هم نوكيا، هذا اي نوكيا نظام ويندوز 8. نجي هذا الصندوق، هذا اني مجموعة مال الشعر، اعتقد جول وشمع وملمع وهيك سوالف ما اعرف انا، بس هاي شركة مشهورة، هاي باي فيلان، فيلان اعتقد اسمها. اي كل علبة بيها فد نوع معين. مثل ما جاي اشوفه اقبالكم تقدرون تقرون المكتوب عليها تعرفون شنو هاي بالضبط. انا اعتقد راح يقوي الشعر وهيك شغلات. هذا شنو؟ هذا وياها طبعا، ويا هذني المجموعة مال هاي مال الشعر، هاي هاي المواد القابلة للاشتعال. من ورا هذا نقنعها بشركة ثانية. هنا هاي الساعة الذكية تقدرون تربطوها بالموبايل، حتى واحد يقدر يحكي بيها، يتصفح بيها، يشوف آخر الإشعارات، بالإضافة إنه هي ساعة. وهاي مواصفاتها ورا، حتى سعرها مو غالي طبعا، سعرها زين. هنا ها هذا قلم، أعتقد قلم مال الآيباد أو ما أعتقد بالضبط شنو، بس قلم مبين عليه خوش قلم يعني مال رسم، بس على الأجهزة الإلكترونية. هنا عندنا هاي اخير قطعة بهذا الصندوق، ها هذا سكين او غلاف للبلاي فور اعتقد، مو اي هاي مكتوبة بلاي فور. هنا بقية الصناديق راح نشوفهن. هذني شنو؟ ها هذني مال حزام مال امان مال السيارة، اعتقد ما تشارجر او دوج، ما اعتقد بالضبط شن هي ما اعرف، بس كل شي ثقيلة والله مبينة. هنا هذا الصندوق طبعا جاي اشوفه عبالكم صغير، بس هو كل شي كبير، جاي تشوفه يعني مبين حجمه كل شي كبير، يعني تقريبا متر ونص. هذا شنو هذا؟ خلي نشوفه. هذا بيانو، بيانو او اورج ما اعرف شنو هو بالضبط، يعني اعتقد اورج هو البيانو، بيانو هذا الكبير يعني بيانو، والله راح المصري. اعتقد اورج. صندوق بيه قطعة ثانية، خلينا نشوف شنو هي. هاي اعتقد مال سيارة يعني الدعامية أو هيك، بس طبعا كبيرة هسه تجي تشوفوها قبالكم. وبالنهاية أحب أشكركم لأن تابعتوا الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو أريد تسوون لايك وتشاركوه بين جماعتكم، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة لأن أخويا راح ننزل عليها فيديوهات جديدة. ومع السلامة.